طبعاً. ده أساس الإنتاج وأساس الأكل، أكلنا ومعيشتنا هي على العامل البسيط ده. جانب من المظاهرات الفئوية كانت، وطبعاً هي مرتبطة بقطاعات كتير من المجتمع، لكن كان منها العمال، ودي هتكون واحدة من يعني من الأسباب المزمنة أو من الأمراض المزمنة اللي هتفرض نفسها بقوة على ملف أو جدول أعمال الرئيس القادم. أنا يعني خلصت حضرتك؟ هو أنا هقدر أقول يا حضرتك أو اسمحي لي أقول إن كل المظاهرات الفئوية طلعت نتيجة كبت الحريات قبل الثورة، مبدئيا لازم نتفق على كده. الحريات كانت مكبوتة، العمال كانت ليها مطالب كتير قوي، وكان اللي قبل الثورة بينطق بالحق كان بيسموه شيطان أخر، شيطان مش أخر، شيطان. كان بيعتبروه خرج عن النص، وكان بيسائل من الأجهزة الأمنية. طبيعي جدا بعد ما تقوم الثورة يحصل الانفجار اللي حصل ده. الانفجار لما حصل أعتقد الدولة استجابت إلى حد ما بشكل جزئي مش كلي لبعض المطالب، تمام؟ ويمكن ولا سيما الحد الأدنى للأجور اللي اتطبق في الحكومة، يعني دي كانت وغيره وغيره وغيره، وتثبيت بعض العمالة في الشركات والمصانع. هو لما اتطبق اتفعل؟ اتفعل في الحكومة بس فقط. لا فيمكن الإضرابات كان سببها كبت الحريات، نمرة واحد. نمرة اتنين بقى قصرة المطالب اللي ما استجابتش ليها الدولة. الدولة لا كانت بتستجيب لعامل ولا كانت بتستجيب لنقابي، احنا كنا من نسيج المطالب. ازمه ثقه. أيوة. لو اديناها توصيف هي ازمه ثقه. طبعا. ازاي الدوله تتعامل مع ازمه الثقه؟ بمعنى ما تضيفش اعباء على الاقتصاد، لان بالتاكيد لما اي عامل بيطلب زياده وبشكل جماعي فاكيد ده هيشكل عبء على الاقتصاد، وفي نفس الوقت تحتوي شكاوى هؤلاء العمال. يعني ازاي المعادله الصعبه دي ممكن؟ بصي حضرتك، المعادله الصعبه هي ان احنا نمسك القوانين كلها ذات الصلة ونبتدي نعدلها. الاول قانون عمل الرقم 12 لسنة 2003 ده قانون عمل سيء لابد من تعديله، واعتقد ان السيدة الفاضلة وزيرة القوى العاملة عملت قانون بشكل مبدئي، وهي اعتقد انها في الطريق لفتح حوار مجتمعي لمناقشة هذا القانون. القانون النهاردة لو طلع هيرضي الطرفين، صاحب العمل والمستثمر والعامل، لأن الحقوق مش حقوق عامل بس، حقوق عامل وصاحب عمل. لو القانون ده حقق المعادلة الصعبة دي بين طرفي الإنتاج، صدقيني هتقضي على كتير من المشاكل. والقانون ده احنا إن شاء الله هنراعي وإحنا في الحوار المجتمعي إنه يحقق هذه المعادلة لطرفي الانتاج. ايه الجهات اللي بتتواصلوا معاها لتحقيق الاهداف المرجوه بالنسبه للعمال في مصر؟ وناخد طبعا اول حاجه ابرز جهه، وزاره القوى العامله. طبعا وزاره القوى العامله عليها عبء كبير في انها تتدخل كجهه اداريه مسؤوله عن العامل. تتعاطى ازاي معاكم حاليا؟ لا حقيقي وزيره القوى العامله لانها كانت ماسكه ملف قبل ما تمسك وزاره القوى العامله، ملف المفاوضه الجماعيه، وحضر كتير نزاعات عمل وحلت كتير من نزاعات العمل، فهي حط ايديها على كثير من المشاكل، وهي جديره ان شاء الله واحنا معاها كممثلين على العمال ان احنا نحل المشاكل. لكن بقول لحضرتك الاول نفند قوانيننا، نشيل او نرمي البنود السيئه اللي بتكحف العامل حقه، ونطلع بقانون يرضي كل الاطراف، ان شاء الله الاضرابات مش هتبقى موجوده. التقيتم قبل كده كاتحاد عمال مع رئيس الوزراء المهندس ابراهيم احلام. يعني ايه المؤشرات الايجابيه اللي شفتوها من خلال اسمحي لي من خلال برنامج حضرتك؟ انا بشكر معالي رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، لاني انا بعتبره عامل من العمال. حضرتك تعلمي جيدا انه صعد، كان مهندس بسيط في المقاولين العرب، الى ان صعد الى هذا المركز. شعاره انزلوا للعمال، وهو بدأ بنفسه راح معقل المشاكل. طبعا ده كان مظهر إيجابي ممكن تكونوا ما كنتوش بتحسوا بيه في حكومات سابقة تعاقبت على مصر. إيه الحاجات الملموسة التانية اللي ممكن حضرتك تكلمنا عنها يا أستاذ جمال، اللي حسيت إن هي بينت إن في اختلاف في طريقة التعامل مع قضايا ومشكلات؟ أول حاجة هو بدأ بداية كويسة، يمكن أنا عشان أنا جيل الستينات
جيل اللي هو حضر الصناعة الثقيلة ورونقها وحقوق العامل اللي كان جمال عبد الناصر ما ننساش ان قال ارفع رأسك يا أخي فقد مضى زمن العصيان. كان العامل فعلا بيحتفظ بكرامته. أنا حسيت بالمهندس إبراهيم مقلب انه بيحن لهذا الزمن، لأنه قال الصناعات الثقيلة، وأنا قلتها في كلامي ان الصناعات الثقيلة هي مفتاح استيعاب البطالة. هو قال أنا هضخ أموال في الصناعات الثقيلة وهدخل استثمارات في الصناعات الثقيلة وهفتح مجالات عمل. أنا بعتبر ده مفتاح كبير قوي لمشكلتنا. هو فعلا بدأ يضخ مبالغ في الحديد والصلب، ودي صناعة ثقيلة ودي صناعة خطيرة، دي صناعة بتمثل صمام أمان للصناعات الثقيلة في مصر، وبدأ يضخ أموال في النسيج، وده قال لنا عليه. وفعلا احنا لقائنا ده كان من شهر، النهارده دخلت حيز التنفيذ. بدأ النهارده يقول ادرسوا متطلبات طلبات العمال، نفذوها وما تجوش على عامل، مش هنفصل عامل لكن نوظفه صح، نوجهه صح، نخليه ينتج. لما الدولة المصرية في تحدي كبير يواجهها في ان يكون في حلول غير تقليديه في التعامل مع قضايا العمال، ما بناخدش زاويه فقط العماله المصريه في الداخل، ايضا اوضاع العماله المصريه في الخارج من التحديات المهمه جدا. لو حضرتك تكلمنا عنها ايه الجديد المفروض يحكم هذه المساله، بالاشاره الى فكره امن العمال نفسهم في دول عربيه، اوضاعهم اذا كانوا ممكن يكونوا بيتعرضوا ايضا لمشكلات خلال اقامتهم في الدول الشقيقات العربية أو حتى في دول الغرب، وأيضا واحد من الأمثلة نظام الكفيل مثلا متابعة حضرتك. وأنا طبعا أنا بالنسبة لي كقيادة عمالية تمثل العمال، أنا بقول أنا نفسي عمالي في الدول العربية والدول الأجنبية يحقق لها الأمن والأمان. وأعتقد البداية، وده الجديد بقى اللي بقوله لحضرتك، وزيرة القوى العاملة أنشأت مفوضية للعاملين بالخارج ومثل فيها كافة أطراف الإنتاج، ودي هتمس مشاكل العمال مباشرة لأنها هتلتقي بالعمال، وهي دي اللي هيبقى منوط بيها. يعني مش هتبقى مهمة وزارة الخارجية فقط؟ لا لا لا، مفوضية متخصصة هتمثل فيها وزارة الخارجية، هتمثل فيها كل الأطراف. المفوضية دي أنا حاطط أمل كبير مع حضرتك، لأن أنا بطلب زيك من المسؤولين إن عمالنا تلقى الحماية، وبعلق امل مع حضرتك على هذه المفوضيه، وبشكر السيده وزيره القوى العامله على 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 الخطوه دي، خطوه متاخره قوي، لان عملتنا في جزء كبير منها مهان في بعض الايه اسواق العمل العربيه. فنتمنى ان المفوضيه دي تخش في حيز التنفيذ وينفذ او تمس المشاكل وتطلع حلول وتاخد حيز التنفيذ. احنا قصدنا انتخابات رئاسية مقبلة، ايام قليلة جدا بتفصلنا عنها، اثنين مرشحين محترمين، ايا كان من سوف ترجح كفته في النهاية ويكون رئيس جمهورية مصر العربية بعد ثورتين. ويمكن حضرتك اول ما ابتديت كلامك اتكلمت عن طلبات الثورات وتطلعات الشعب المصري كله من الثورة، فبالتأكيد المفروض الامر يختلف لما يتولى رئيس جديد بعد ثورتين، هيحاول يتحرى دقة في كتير جدا من ممارساته، حتى يعني يستحق ان احنا نقول عليه في النهايه ان هو نجح واستحق عن جدارة ان يكون رئيسا لجمهورية مصر العربية. ده يخليني اسال حضرتك، وده هيكون يعني اخر اسئلتنا في هذه الحلقة، ايه اللي حضرتك طالبه من الرئيس؟ ايه الحاجات اللي عايزه ياخد باله منها؟ يعني مش هقول روشتة، لكن هقول فعلا حاجات تكون شايف مش عايز الرئيس يقع في هذا الفخ، وعايزه يعمل كده حتى يعني يكون يجدد فعلا امال الشعب المصري اللي عانى كتير في الفترة. انا هقول لحضرتك حاجه، هتكلم كعامل مش كمواطن. ان كان العامل هو جزء يعني بيمثل 60% من المجتمع او اكثر. انا هقول للرئيس القادم عشان نبارك لك وعشان نبقى في ظهرك، بصلنا احنا كعمال. العمال هي ركيزه المجتمع، هي التطور، هي النهضة، هي الحضارة. قوانيننا بالية، أنا بكررها كتير في لقائي مع حضرتك، قوانيننا ذات الصلة بالعمال بالية. يعني حضرتك بتطالب بتشريعات جديدة، ومش هقول له امسك عصا سحرية وألف لنا. أنا طالب اللي في الدستور، حقنا اللي انتوا حطيتوه وشرعتوه
ادهولنا تشريعات. ده الطلب الاول. خلينا نوجز طلبات حضرتك في خمسة نتوج بيها هذه الحلقة. اول حاجة تشريعات جديدة. اثنين تشريعات. عاوز المرأة بصفتها تمثل نسبة كبيرة من العامل المصري، يكون لها تمثيل مشرف يحقق لها نسبة في كافة المجالس، مجالس إدارة، مجالس نيابية، مجالس محلية. يبقى تمثيل المرأة في كله بقى، في الوظائف العامة تاخد حقها، في الوظائف الخاصة تاخد حقها. ما فيش حاجة اسمها مرأة وست والكلام ده اللي عفى عليه الزمن، لازم المرأة تاخد حقوقها. عاوز كمان الأشكال العنف، في عنف بيمارس ضد عمالنا، في ظلم، في بطش من بعض أصحاب الأعمال الغير وطنيين. العامل لازم تحقق له أمنه وحمايته، مش العامل اللي بيخش الوقت يمضي عقد توظيف ومعاه استمارة ستة استقالة. دي لازم يتحقق له الحماية دي. يبقى العامل بتاعك حقق له الحماية، العامل بتاعك اديله حد أدنى. طيب في المقابل وفي جملة، حياة كريمة. في المقابل وفي جملة أتفضل. كأحد الممثلين عن عمال مصر، تتعهد بإيه أمام الرئيس القادم بالنسبة للعمال؟ أنا بالنسبة للعمال كممثل أحد الممثلين لعمال مصر، أنا كقيادي يمكن نمرة اتنين في القيادات العمالية في اتحاد عمال مصر، بقول للرئيس القادم قضايانا يا سيادة الرئيس مش هنتنازل عنها، قضايانا وحقوق عمالنا، حياة كريمة للعامل مش هنتنازل عنها. لا أنا كنت أقصد إيه الواجبات اللي بتتعهد إن أنتوا هتقوموا بيها كعمال؟ إحنا كواجبات؟ بس في جملة بعد إذن حضرتك، لدي الوقت. هننتج الإنتاج، الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. يعني أبلغ ما يمكن أن نختتم به هذه الحلقة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ جمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر. شكرا يا فندم، متشكرين جدا يا فندم. أشكركم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.